منار أم يوسف؟ زوجي علي، عندي يوسف وعندي مها، يوسف بالرابع ومها بالأول متوسط. طبعا طلعنا من الموصل بسبب أحداث داعش، كان زوجي كردي وتعرضوا أكيد لتهديد الأكراد بداخل الموصل. طبعا هو كردي وأنا مصلاوية، بس طبعا بالتالي لازم الزوجة تتبع زوجها. فطلعنا أطراف دهوك، قعدنا فترة بمعاناة كبيرة على ما استقرينا. الحين ما عثرنا على الشغل، قمنا شوية شوية يعني نطور، نحاول إنه نجيب لنا لقمة عيش أو مدخل رزق للبيت عن طريق أنا خياطة كنت، أو كنت أسوي حياكة ليف، كنت أسوي ليف داخل البيت كون إنه أجيد هاي الحرفة، فكنت أبيعها ثاني يوم، فكانت تطلع يعني مصدر عيشتنا. لكن إنه كنا ساكنين، ما ساكنين ببيت أو شقة إيجار، كنا ساكنين بمكان يعني أشبه بدكان، يعني كلش كانت يعني ماكو أحد يسكن بيها، بس إنه طبعا الحال من لا محال، فسكننا بيها وبقينا تقريبا شهور على ما شوي شوي يعني زوجي حاول إنه يشوف له شغلة، الناس الخيرين إنه تقدم المساعدات، بعض المنظمات كانت تقدم لنا أيضا، إلى أن يعني قدرنا إن نتجاوز المصاعب. لكن سبحان الله بعد ما قدرنا شوية نسند، صار عندي الكانسر سرطان، فهوني همينا رجع حالنا تدهور للأكثر على ما كان. وطبعا تعرفون انتم مرض السرطان وعلاجه ومراحل علاجه ايش قد هي صعبه، ومراحل كيمياوي. كان زوجي يشتغل، هل يقدر يطلع معانا؟ وكذلك الناس يعني اللي قدروا يساعدونا بالعلاجات، والحمد لله بمستشفيات ادهوك يعني متوفر كان خاصه للناس النازحين العلاج لربما اقل يعني من العادي، يعني كلش يعني أرخص من المستشفيات الأهلية. والحمد لله والشكر لازلت أنه أنا بعد أخذ على العلاج، لكن لربما أقول قدرت يعني أخلص المراحل الصعبة. بالتالي الحياة تبقى صعبة، وزوجي حاليا يشتغل، مرة يشتغل مرة يعني عطل، مرة يشتغل، وهكذا ومشين حياتنا. رجوعنا للموصل جدا صعب حاليا، الوضع ما يساعد انه نرجع للموصل، وبالتالي هم اصلا ما اكو بيت، كنا بالسابق اكو بيت لكن داعش حرق البيت وطبعا تدمر البيت يعني كليا، بيت اهل زوجي، فما نقدر يعني ما عندنا بيت، وبالتالي الايجارات اغلى بكثير من الأطراف اللي إحنا قاعدين. المكان الأطراف هوني شوية أرخص الإيجارات، لكن داخل الموصل مستحيل إن نقدر، بالرغم من إنه هي بعد منطقة منكوبة، لكن إنه هي صعب جدا، إيجاراتها جدا غالية، فإحنا ما نقدر يعني نرجع. طبعا رمضان يعني دائما يكون مع العيلة، يكون بطعم يعني تكون بنكهة خاصة، بهجته بهجة كبيرة تصير العيلة ويعني من أخوان وأحفاد. لكن هون ما يعني ماكو شيء يبقى على حاله مثل ما قلت لكم، فإحنا الحمد لله يكفينا إنه ستر حالنا إنه عايشين أولادنا بخير وزوجي بخير، هذا يكفينا، مو بالضرورة إنه نعيش بلمة، بس انه اولادنا بخير واحنا بخير والصحه والسلامه. ما أخفيك إنه شوي نعاني مشاكل إيجار كل شهر بشهر، وبس
يعني البعض من يساعد، أبو الإيجار يعني إنسان كلش متفاهم يعني مقدر الحالة الاجتماعية اللي إحنا بيها، كذلك زوجي دا يحاول إنه يشتغل، هو حاليا هسه بالشغل يعني مرات يروح يومين ثلاثة على يغيب عن البيت حتى إنه يوفر الإيجار، يوفر من المولدة المعيشة، وبالتالي أيضا العلاج، العلاج اللي أنا أستخدمه للسرطان كل 21 يوم. هو أعمال حرة، كل بين فترة نشوفه بمكان، كل يعني ما يشوف له شغلة أحسن من اللي قبله أو بيها وارد يفيد البيت، يفيدنا يعني أكثر شوية، يحاول ينتقل عليه. هو متعب يعني، بس بالتالي إنه هو ملزم إنه لازم يوفر لأولاده ولزوجته.
طبعا أهم شيء بعد ما شفناه طبعا اللي مر بينا كل هاي السنين اللي مرينا بيها، أكثر شيء نتمنى هو الأمان والصحة. لولا هذولي، إذا ماكو لا أمان ولا صحة ماكو، حتى لو كان أكو فلوس أو أكو أشياء ممكن متوفرت لنا، بس إذا ما متوفر هالشيء فما يجي بعد الأمان والصحة شيء يعني.